أعلنت جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو عن العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 10.3%. وأوضح الإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو 2024 بلغت 3.57 مليار دولار مقابل 3.98 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وذكر المركز أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4% في المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.1%. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أهمية المتابعة والرقابة على الأسواق والسلع للتخفيف عن المواطنين والعمل على زيادة عدد المنافذ والارتقاء بها. جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ مطروح خالد شعيب مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ بمطروح. ووجه وزير التموين بأهمية توفير الخبز للمصطفين بالمحافظة والتأكيد على توفير الحصة التموينية اللازمة لها حسب الاحتياجات وكثافة تواجدهم. بدأنا الجولة في محطة تعبئة البوتاجاز في الكيلو 16، ثم بعد ذلك أحد المطاحن الخاصة، واطمنا على جودة الدقيق وتوافر احتياط استراتيجي من القمح موجود عنده، بالإضافة إلى أحد المجمعات الاستهلاكية اللي تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واطمن على توافر السلع وعلى جودة المنتجات، بالإضافة إلى طرح المنتجات داخل المجمع الاستهلاكي. ودخلنا للمعرض الدائم للسلع الأساسية بصحبة معالي الوزير ومعالي الوزير المحافظ، وفي منتجات تم ضافتها داخل طبعا المجمع، ثم بعد ذلك سوق للخضار والفاكهة، وبعد كده انتقلنا إلى أحد المخابز البلدية، طمنا من جودة الدقيق والمواطنين بياخدوا كل السلع اللي هم محتاجينها، واختتمنا الجولة بلقاء السادة أعضاء الغرفة التجارية في محافظة مطروح، وقد إيه في تعاون مثمر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثل في مبادرات تخفيض السلع أو معارض أهلا رمضان أو أهلا مدارس. وأيضا كل السادة النواب كانوا حاضرين للجولة واستمعنا إلى مطالبهم، ووعد على الفور سيادة الوزير بتنفيذها سواء تخص السادة النواب أو المواطنين. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول يمثل قفزة نوعية في صناعة التكرير بالصعيد. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول في خطوة تأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية صعيد مصر. وقال وزير البترول إن هذا المجمع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2021 يغطي احتياجات محافظات الصعيد من البنزين بجميع أنواعه، وذلك بفضل قدرته الإنتاجية التي تصل إلى 800 ألف طن سنويا. في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط وأغلقت عند أدنى مستوياتها منذ يناير بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 3.41% لتصل إلى 76 دولاراً و81 سنتاً للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.66% لتصل إلى 73 دولاراً و52 سنتاً. كما تراجعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 3.1% لتصل إلى $2.33 للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5% لتسجل $1.97 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرار بتخصيص مقعد إضافي في مجلس إدارة الصندوق لصالح إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ليصبح عدد مقاعد المجلس 25 مقعدا. ويعد تخصيص مقعد إضافي لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جزءا من دعوة أوسع أطلقتها الدول الإفريقية لتحسين تمثيلها ليس فقط داخل صندوق النقد الدولي، ولكن أيضا داخل أي منظمة تلعب دورا رئيسيا في الهيكل المالي العالمي الحالي.